بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده مع درس الاستاتيك نمبر 6 اللي هو equilibrium of more than 3 parallel forces. يعني اتكلمنا عن البارالل فورسز واتكلمنا عن الريزلتنت اوف تو بارالل فورسز، وقلنا ان في تو كيسز عندي ان يكون التو بارالل فورسز ان ذا سيم دايركشن اور ان اوبزيت دايركشن. واتكلمنا على ريزلتنت اوف سيت اوف بارالل فورسز. النهارده بنتكلم على الايكوليبريم اوف بارالل فورس. طيب الايكوليبريم اوف بارالل فورسز لازم يكون عندي مور ذان 3 فورس او 3 اور مور، يعني من اول 3 ل 2 فورسز لو ايكوليبريم واوبزيت دايركشن قلنا لازم يكونوا اون ذا سيم لاين اوف اكشن. الكلام ده قلناه في الاول. طيب مبادئ الايكوليبريم، واحنا قلنا ايكوليبريم يعني ريزلتنت في زيرو، يعني ما فيش ريزلتنت. بنضيف لها ايه بقى؟ بيقول لي اف ا بادي از ان ايكوليبريم اندر ذا اكشن اوف ا سيستم اوف بارالل كوبرانال فورسز ذن الفيرست كونديشن ذا سم اوف ذا الجبريك ميجر اوف ذيس فورسز از زيرو. ذا سم اوف الجبريك ميجر اوف ذيس فورسز ايكوال زيرو. تاني حاجة the sum of algebraic measure of the moment of these forces about any point in its plane equals zero. يبقى في two conditions هنستخدمهم. ان resultant of these forces equals zero. ان sum of moment of these forces about any point equals zero. ونشوف مع أول example. بيقول لي a uniform rod of weight 8 kg weight rests in a horizontal position on two supports at its ends. The distance between them is 20 cm. A weight of mass 12 kg weight is suspended from the point at the distance 7.5 cm from one of its ends. Find the pressure on each support. تاني انا عندي uniform rod الويت 8 كيلوغرام ويت ريستس. طالما قال لي ريستس يبقى هو ايكوليبريم ان هوريزونتال بوزيشن. طالما هوريزونتال بوزيشن ان انا بتكلم على بارالل فورس اون تو سبورتس ات اتس اندز، يعني على الاندز بتاع الرود. تمام. ذا ديستانس بتوين ذيم بتوين التو سبورتس 20 سنتيمتر. وفي weight of mass of magnitude 12 kilogram weight is suspended from a point at a distance 7.5 cm from one of its ends. عاوز ال pressure on each support. طيب نشوف شكل السؤال هيبقى ازاي يا سنتين. ادي الرود AB rests on two supports at its ends. طالما في support يبقى في reaction. يبقى في عند ال A reaction وعند ال B reaction. وال weight act at the midpoint. وفي weight 12 kilogram weight is suspended at a distance 7.5 from A. طيب انا عاوز البريشر اون ذا تو سبورتس، يعني عاوز ار1 وار2. المفترض ان ار1 احنا قلنا الريزلتنت بزيرو، يعني ايه؟ يعني السم اوف فورسز ان دايركشن بيربنديكولار او ان بيربنديكولار دايركشن ايكوال ايه؟ ايكوال زيرو. يعني ار1 بلس ار2 ايكوال 8 بلس 12. يعني R1 بلس R2 بلس R2 ايكوال 20. ادي اول ايكويشن ان مجموع R1 بلس R2 ايكوال 20. تاني شرط ايه؟ المومنت اباوت اني بوينت بزيرو. طبعا هنا البوينت اختياريه ليك، تاخد حوالين ايه؟ حوالين بي، حوالين سي، حوالين اي بوينت. يبقى الشرط هنا المومنت حوالين اي بوينت بزيرو. يفضل ان انا اخد مومنت حوالين one of the two unknowns، يعني عند A أو B. عشان إيه؟ عارفين لما يكون البوينت على line of action of force يبقى المومنت بكام؟ بزيرو. يبقى ناخد المومنت about A equal zero. طب المومنت about A، قواعد المومنت
هنضرب 12 ملتبلاي 7.5 لانها بتلف ايه؟ انتي كلوك وايز يعني بوزيتيف، وبعدين 8 ملتبلاي 10 وبعدين ماينس ار 1 ملتبلاي 20. يبقى كده لما اجمع 20 ار 1 ايكوال 170 اذا ار 1 ايكوال 8.5. طب ار 1 بلس ار 2 ايكوال 20 يبقى ار 2 ايكوال كام؟ 11.5. يبقى ده كده جبت ار 1 بلس ار 2 او ار 1 وار 2. ده سؤال. Another example بيقول لي AB is a uniform rod of weight 5 kilogram weight and length 24 centimeter. Rests in a horizontal position on two supports at C and D. المرة دي بقى two supports مش عند ال ends، عند مين؟ عند C و D. Where AC equal BD equal 5 centimeter and a weight of magnitude 10 kilogram is hanged from A. Make the rod about to rotate about C. Find the center of gravity of the rod. تاني AB is a uniform rod of weight 5 kilogram weight and the length 24 centimeter. Rests on horizontal position on two supports at C and D. Where AC equal BD equal 5. A weight of magnitude 10 kilogram weight is hanged from A, makes the rod about to rotate about C. Find the center of gravity of the rod. يعني عاوز ايه؟ The point of action of the weight on the rod. Find also the maximum weight which when hanged from B, the rod is still about, still equilibrium, and the weight at A is still hanged. طيب السؤال معناه ايه؟ السؤال عندي ادي الرود ريستس ان تو سبورتس ات سي اند دي. طبعا هو قال لي الاي سي 5 والبي دي 5 يبقى والويت اكت ات ذا ميد بوينت. بيقول لي لو في ويت اوف ماجنيتود 10 از هانجد فروم اي The rod about to rotate at C. معنى الرود about to rotate at C يعني طبعا rotate about to rotate يعني الإيكوليبريم هيبقى ايه؟ vanish يعني مش هيبقى هو بس مش هيبقى فيه إيكوليبريم أو about to ده معناه الرياكشن at D will be equal zero. يبقى R2 بس اللي معايا. Now يبقى إذا First, the rod is about to rotate about C, then the pressure at D vanish, and the rod is equilibrium under the action of three forces. اللي هما ال 5, ال 8, وال 10, و R2. إذا R2 equal 15. هو مش عاوز R2. طب بيقول لي إيه؟ طب إحنا أنا بتكلم على الإيكويشن الأولى، إن الـ resultant بزيرو. يعني R2 equal 5 plus 10، والمومنت حوالين البوينت C equals 0. طيب ده معناها 5 multiply ال MC minus 10 multiply 5 equals 0. يبقى 5 MC equals 50 يبقى ال MC ب 10. يبقى انا كده جبت ال MC ب 10. يبقى فين الويت؟ Act at a distance 15 centimeter from A. يبقى كده هو قال لي هات السنتر اوف جرافيتي اوف ذا ويت. يبقى الويت اكتس ات كام بقى؟ 10 بلس 5 يعني 15 سنتيمتر كل. طيب عاوز يعمل ايه تاني؟ قال لي فايند ذا ويت ماكسيموم ويت. الماكسيموم ويت هنا مش معناه ان انا هفضل احط ويت لحد ما الدنيا، لا انا هحط اكبر ويت يخلي الرود مازال ايكوليبريم. يعني ايه بقى؟ يعني اخر مرحله من مراحل الويت اهو. الماكسيموم ويت انا ما اعرفوش كام، هحطه عند البي. دلوقتي اصبح عندي في رياكشن عند الدي غير الرياكشن الاولاني. طيب الرود اباوت تو روتيت عند الدي يبقى الرياكشن عند السي فانش. وعند الابعاد 5 4 10 5 وما زال الويت ات اي از هانجد. يبقى انا عندي كام فورس كده، كام ويت متعلقين؟ 10 و 5 والويت والرياكشن. يبقى عندي هنا 4 فورسز. برضه هنا
المفروض ان R داش minus 10 minus 5 minus W equal 0 يعني R داش minus W equal 0. طيب انا هاخد المومنت حوالين البي، اتفقنا ان انا بحاول اخد المومنت حوالين بوينت عندها one of the two unknowns، ممكن عند الدي كمان. طيب احنا اخترنا البي، يبقى R داش multiply 5 طبعا دوريتيت انتي كلوك وايز، كل اللي بعد كده كلوك وايز، يبقى minus 5 multiply 9 اللي هي ام بي كلها minus 10 multiply كل الرود اللي هو 24، يبقى 5 R داش equal to 85، يبقى ال R داش 27 كيلوغرام ويت. طب هعوض في الايكويشن نمبر 1، يبقى ال W equal 57 minus 15 42 كيلوغرام ويت. ده كده الويت اللي هو can be hanged from B such that the road is still in equilibrium. ونشوف الاكزامبل اللي بعد كده. بيقول لي a uniform road of weight 3 kilogram weight and length 8 is suspended in a horizontal position by two vertical strings at its ends. يبقى الرود الويت 3 كيلوغرام ويت اهوت واللينس 80. طب وبعدين ده مش محطوط على سبورتس بقى، ده suspended by two vertical strings at its ends. The greatest tension at each string does not exceed the 5 كيلوغرام ويت. يعني any one of the two strings cannot ايه بقى carry more than 5 kilogram weight. بيقول لي find a point C on the road. One can suspend the 4 kilogram weight such that any string does not cut. احنا قلنا السترينج can carry out the maximum weight any string can carry it is 5 kilogram weight. طب انا عاوز اعمل احدد point C on the road such that if we suspend the 4 kilogram weight at any point, انا عاوز البوينت دي، so one or any one of the two strings cannot cut. طيب ادي الرود يا سنة تالتة، الرود AB فيه two tensions، واحد عند ال A واحد عند ال B. حتة بقى انك تفرض مين يشيل خمسة انت حر، ممكن لو البي كاري 5 يبقى الاي هشوف يشيل كام او العكس. طيب انا قلت الاي كاري 5 التنشن عند الاي 5، يبقى when the string at A is about to cut then the tension in it اللي هو الماكسيمم tension in the string 5 كيلوغرام ويت. The road احنا عندنا الويت كام 3، وفي بقى قلنا البوينت سي فين حته، one can suspend 4 كيلوغرام ويت. طب انا عندي كام فورس دلوقتي؟ 4 فورسز، التي وال5 وال4 وال3. خلاص احنا عارف ان 5 بلس تي ماينس 3 ماينس 4 ايكوال 0، يبقى تي ايكوال 2. يبقى خلي بالك، لاحظ هنا بقى ان التي الثانيه لازم تكون سمولر ذان 5، لان 5 دي اقصى او ماكسيمم تنشن كان ذا سترينج ايه كاري. طيب هاخد المومنت حوالين اي بوينت، اخترنا الاي، يبقى 4 ملتبلاي اي سي، انا مش عارف الاي سي بكام، بلس 3 ملتبلاي 40 نص الويت نص اللينس minus C multiply 8. انت جايب التي قبل كده ب 2، يبقى 4AC plus 3 times 40 120 وبعدين 2 times 80 160، يبقى الـ AC equal 10. يبقى the weight 4 كيلوغرام suspend at least 10 سنتيمتر from A. طبعا or B، بس لو انا احط الـ A لو اخلي التنشن عند B هو اللي فاضي. نشوف اكزامبل نمبر 4. بيقول لي a ruler AB
of length 100 centimeter and weight 50 gram weight. Rests on horizontal position on two supports. One of them at a point 10 centimeter distant from the NDA, and the other at a point 90 centimeter from the same NDA. If each support can carry no more than 45 kilogram weight, find the points between the two supports. We can suspend a weight of magnitude 25 such that the ruler is still equilibrium. طب نشوف. ادي الروت بيقول لي let the pressure on the support at C equal 45. احنا اتفقنا ان واحد فيهم اقصى tension او اقصى weight can carry 45 كيلوغرام ويت. وير ذا ويت 25 جرام ويت از سسبند ات اي وير اي سي ايكوال اكس. انا عاوز مكان البوينت اللي اقدر احط فيها كام 25 كيلوغرام ويت. خلي بالك ده البريشر هنا نوت مور ذان 45 ده الويت اوف ذا رود ودي ار الثانيه. وانا دلوقتي عاوز اجيب المسافه سي اي او اجيب الفاليو اوف اكس. هنطبق الكونديشن اوف ايكوليبرم يبقى الريزلتنت بزيرو يعني مجموع الفورسز اللي فوق ايكوال الفورسز اللي تحت. طيب 45 بلس ار اللي هم فيرتيكلي اب ماينس 25 ماينس 50 اللي هو فيرتيكلي داون اطلع الار ب 30. يبقى انا جبت الار ب 30 نفس المبدا المومنت حوالين السي ايكوال زيرو. قلنا البوينت دي سنه ثالثه اختياريه اقدر اخد المومنت حوالين اي بوينت. يبقى 25 تايمز اكس بلس 50 تايمز 40 ماينس ار تايمز 80 ايكوال زيرو. خلي بالك عشان هو هنا ايكوال زيرو عشان ما حدش يقول لي دي نيجاتيف ليه ودول بوزيتيف ليه. كده كده لو نقلت هناك هيبقى الاثنين دول بالبوزيتيف. يبقى اذا طبعا انت جايب الار بكام ب 30. يبقى 25 اكس ايكوال 400 يبقى الاكس ايكوال 16. اعني ذلك ان الاي سي ايكوال 16. طب الاي اي كام بقى 16 بلس 10 26. Then the pressure on the support at D ايكوال 45 كيلو جرام ويت. The weight 25 must be suspended at a distance 74 centimeter from B. If the rod, in order to be in equilibrium, the weight 25 can be suspended at a point between the two lengths 26 and 74. يعني يبعد عن ال A 26 يبعد عن ال B 74. ده كده. مكان البوينت اي. نشوف الاكزامبل. بيقول لي ايونيفورم رود اوف ويت 80 جرام ويت اند لينس 100 ريستس ان هورزنتال بوزيشن ان تو سبورتس ات اتس تو اندز ويتس اوف ماجنيتيود 40 30 50 ار سسبند ات ا ديستانس 30 60 80 سنتيمتر فروم وان اند اوف ذا رود. Find the pressure on each of the two supports. خليك معايا. ادي الرود اهوت. احنا قلنا انا عندي في بريشرز عند السبورت عند A وعند B. طيب عندي كام ويت؟ الويت بتاع الرود اصلا 80 وعندي هنا 40 و 30 و 50 دي الويتس اللي احنا suspended عند الرود عند الديستانت الاقل عليها. ديستانت واضحه على الرسم 30 20 10 20 20. كونديشن اوف ايكوليبرم ار 1 بلس ار 2 ايكوال كل الفورسز اللي تحت. يبقى ار 1 بلس ار 2 ايكوال 40 بلس 80 بلس 30 بلس 50 يعني 200. طب المومنت حوالين البي ايكوال 0. باكد تاني النقطه دي اختياريه اتس اب تو يو انك تاخد المومنت حوالين اني بوينت. انا اخد حوالين البي بحذف ار 1 يبقى نيجاتيف 40 ملتبلاي 30 ماينس 80 ملتبلاي 50 ماينس 30 ملتبلاي 60
minus 50 multiply 80 plus عشان الوحيدة اللي ايه ال clockwise anti clockwise اللي هي R2. يبقى اذا هنا لما اجمع ده كله هيطلع ايه R2 equal 11,000 over 100 يعني 110. طبعا R1 plus R2 احنا جايبينها 200 يبقى R1 هتطلع بكام؟ ب 90. ده السؤال وحاجة بسيطة جدا. السؤال بعد كده بيقول لي A B a wooden beam of length 20 meter and weight 60 kilogram weight acts at its midpoint. خلي بالك انا عندي wooden beam اللينس 20 متر والويت 60 كيلوغرام ويت اكت ات اتس ميد بوينت. هذه البيم ريستس اون هوريزونتال بوزيشن. احنا قلنا طالما ريستس يبقى ايكوليبريم ان تو سبورتس ات سي اند دي وير اي سي ايكوال 3 والبي دي ايكوال 5. طيب امان اوف ويت 100 كيلوغرام موفز اون ذا بيم starting from the end A towards B. خلي بالك هو حدد لي اتجاه الـ this man to move from A towards B. Find the greatest distance the man can move such that the beam does not overturn. طيب ادي البيم لك الراجل هيمشي from A to B. طيب أول سبورت بيبعد عن الـ A 5. الراجل ده الويت بتاعه 100 كيلوغرام ويت والبيم أصلاً 60 كيلوغرام ويت. قال لي ذا بيم وير تيرن وين ذا مان إز ووكينج بتوين A أند C أور بتوين B أند D اللي هما إيه بقى؟ المسافة اللي بعيد عن التو سبورتس. أول حاجة زمان between A and C. In this case there is no pressure at the support at D. يبقى احنا سوينا السبورت عند D بزيرو. ليه؟ لأن البيم هنا about to rotate. الراجل ماشي هنا يبقى يا دوبك البيم كان بي روتيت يعني بس اباوت تو يعني لسه ايكوليبريم. يبقى البريشر هنا بزيرو. يبقى اذا هنا اندر ذا اكشن البيم بتبقى ايكوليبريم اندر ذا اكشن اوف ار 1 وال 60 وال 100. اذا 100 ملتبلاي اي سي ايكوال 60 ملتبلاي 7 اللي هو المسافه دي. يبقى الـ AC 4.2. طيب يعني الـ AC بـ 3 يبقى the man can walk safely from A to C. دي أول جزئية. طب لو الراجل عدى بين الـ 2 supports مفيش مشاكل. The man between B and D in this case there is no pressure at the support. طب خلي بالك أنا قلت إيه؟ ليه between B وD؟ لأن أصلاً الجزء اللي بين التو سبورتس اللي هو من هنا لحد هنا الراجل هيمشي في امان لان السبورتس هنا خلاص مش هتبقى البيم اباوت تو اوفر تير. يبقى بعد ما يعدي البي الدي وهيبقى بين البي والدي ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل عدم اتزان عشان احنا عدينا السبورت. اذا هنا هو ان زمان بتوين بي اند دي ان ذيس كيس هيبقى البريشر عند البوينت سي بكام؟ بزيرو. اند ذا بيم از ايكوليبرم اندر ذا اكشن اوف ايه؟ برضه 3 فورسز. اللي هو الويت بتاع المين والويت بتاع البيم والاي وار 2 اللي هو البريشر عند الدي. يبقى 100 في ان دي بيساوي 60 ملتبلاي 5 اللي هي الحته دي طبعا. يبقى الان دي ب 3 يبقى الراجل يقدر يمشي بين الايه؟ بين من بعد الدي 3 متر مش هيقدر يعدي تاني. طب ما هو البي تي كله 5 يبقى ما يقدرش يعدي
يبقى في 2 متر في البيم مش هيقدر يمشيهم. اذا زمان كانوا البيم كلها 20 يبقى يقدر يمشي من الاي لبي 18 متر. ليه بقى؟ لان مشي الاول 3 وبعدين 7 و5 اللي هو بتوين 2 سبورتس وبعدين 3 يعني 18. او نعمل ال 2 متر اللي هو ممكن اللي بين المان والبي او بين الاي والان والبي اللي هم ممكن البيم هتبقى اوفر تير ونشيلهم من ال 20 هتبقى 18. Another example بيقول لي in the opposite figure AB is a uniform rod of length 60 and weight 40. If the rod rests horizontally on support at distance 20 زي ما احنا شايفين قدامنا ادي الويت خلاص وادي الرياكشن عند السي عند السبورت وفي الرود متعلق بالتنشن هنا عاوزين ار ماينس تي ايكوال كام مديني اختيارات خلاص هنشوف ازاي نشتغل احنا عندنا هنا الرود ايكوليبرام يبقى المومنت اباوت بي ايكوال زيرو خلي بالك فين البي اهي يبقى 40 ملتبلاي 30 دي بالنيجاتيف بلس ار ملتبلاي 40 يبقى كده هقدر اجيب ايه الار يبقى 40 ملتبلاي ار ماينس 40 ملتبلاي 30 يبقى 40 ار ايكوال 40 ملتبلاي 30 يبقى الار بكام ب 30 طب انا عندي الار بلس تي ب 40 اللي هو الريزلتنت طيب الار ب 30 يبقى تي بكام ب 10 يبقى الار ماينس تي 20 هتبقى الانسر لتر دي و ده كان اخر اكزامبل معانا في الحصه النهارده اتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله وشكرا لكم جزيلا